جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نحن نعلم أن من السنة أن نسبح 33 ونحمد الله 33 ونكبر الله 33، فإذا زدنا على ذلك ولو من غير قصد ما الحكم؟ لا حرج في ذلك، لو أن الإنسان أكثر من ذكر الله بالمئات ومئات المئات فذلك أعظم للأجر وأكثر للثواب، وهو زيادة خير. ولكن الحد الأدنى لحصول هذا الثواب هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: تكبرون الله 33 وتحمدون الله 33 وتسبحون الله 33، تقولون تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا اقتصر على هذا ففيه خير وإتيان بالمشروع بعد الصلوات، وإذا زاد عليه فذلك زيادة خير والحمد لله. نعم.